free in the field. Free, free in the field. Free, free in the field. Free, free in Hajja. Free, free in Hajja. Free, free in Hajja. بالتزامن مع انعقاد محكمة الاستئناف الخليفية للنظر في الحكم الصادر بحق الحقوقي البحراني المعتقل نبيل رجب بالسجن لمدة عامين، على خلفية مقابلات صحفية ومع الكشف عن فضيحة تورط سفير البحرين لدى بريطانيا في أعمال انتقامية ضد الناشط الحقوقي سيد أحمد الوداعي، نظمت عدة منظمات دولية اعتصاما أمام سفارة البحرين في المملكة المتحدة تضامنا مع الناشطين المعتقلين وللتنديد بالسفير الخليفي وبالدور البريطاني المساند لنظام آل خليفة الدكتاتوري. شارك في الاعتصام ممثلون عن منظمة مراسلون بلا حدود وحملة مناهضة لتجارة الأسلحة كات ومؤشر الرقابة لحرية التعبير وجمع آخر من ناشطين بحرانيين وبريطانيين. We're here today to say to Bahrain, you must stop imprisoning human rights defenders like Nabil Rajab, and you must stop persecuting the family of Syed Ahmed for his advocacy for democracy in the UK. But we're also here to say to our government, the UK government, that you must stop supporting the state of Bahrain. It's unacceptable that we are arming these people who are despotic, who are taking part in the bombardment in Yemen, and it's disgraceful and it must be stopped. ودعا الناشطون الحكومة البريطانية إلى إثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مع السلطات الخليفية واحترام حق الناشطين في بريطانيا بالاحتجاج على الممارسات الوحشية للخليفيين. We call on our own government to really make this an issue. This should be raised at all levels with the authorities of Bahrain, and also on UK authorities to respect the right of criticism and peaceful protest here in the UK. We are concerned about interference with previous protests outside of this embassy, and we're here to show support for our Bahraini colleagues here. لكن بريطانيا التي تفخر بأعرق ديمقراطية عرفها التاريخ لا تبدو مهتمة بتعزيز التحولات الديمقراطية في منطقة الخليج، بالرغم من النصائح التي يسديها مسؤولون بريطانيون سابقون على هذا الصعيد. دعوة ويليام هيك وزير الخارجية السابق لبريطانيا بأن تدعم التوجه الديمقراطي في العالم دعوة أعتقد مناسبة، وهو يقول أننا إذا أردنا أن نوازن التمدد الصيني في العالم فعلينا أن نروج الديمقراطية. هذه الدعوة أعتقد دعوة في مكانها، ولكن هل تستجيب الحكومة البريطانية؟ مشكلة الحكومة البريطانية أنها ضعيفة، والنظام الضعيف لا يستطيع أن يقوم بمبادرات كبرى. غير أن التحول في المنطقة قادم، فهذه الأنظمة الخليجية المهترئة ليست استثناء من سنن التاريخ، فهي إلى زوال وإن طال الزمان أو قصر. Stop harming Bahrain! Stop harming